اهلا بيكم، ورجعت لكم بعد الفاصل مع فقره جميله لذيذه ممتعه. انا شايفه ان انا وانا بتكلم مع الضيفه الجميله اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي في استفاده كتير قوي من كلامها هنعرفه ان شاء الله معاكم من خلال الفقره اللي احنا هنقدمها. طبعا ارحب الاول بضيفتي الجميله الاستاذه الباحثه اسماء عاني. اهلا بيكي، أهلا وسهلا، مرحبا، نورتيني طبعا، الله يخليكي، ولسه هتنوريني اكتر اكتر بمعلوماتك القيمه جزاكم الهائله. الله سالي خير. وحشتيني، وانت كمان ازيك والله، عامله أنا ايه؟ مرة مستنياك يا منى. ازيك يا حبيبتي، أهلا بيكي حبيبتي وعلى نورتيني، المشاهدة المشاهدين دلوقتي. اهلا بيكي يا سالي، نورتي برنامجك. رانيا طبعا معاك يا منى. معايا حبيبتي دكتور استاذه اسماء. هنتكلم طبعا عن كنوز الطب العربي. فسالي كانت بتتكلم بتقول يعني ايه كنوز الطب العربي او كده، او كان عندها العنوان سؤال مهم. الحلقة نفسه شدني، يعني العنوان نفسه كنوز بص الطب العربي. حضرتك، انت لما تكوني تعرفي ان المكان ده فيه هنا كنز ثمين، مش بتضحي وبتجيبي وبتكشفي عنه وبتجيبي تحفري وتطلعي لغايه ما تلاقيه، لان الناس قالوا ان هنا كنز ثمين، يبقى فيه هنا كنز ثمين موجود. كنز ثمين فيه فوائد جامه حضرتك، يعني الواحد لو لقى ميسه وبتتباع بكذا، يبقى انا يعني انت شالتني من الفقر الى الغنى وهكذا. كنوز الطب العربي بتنتشلني من المرض الى الصحه باذن الله. هو انا شايفه ان الاستاذه اسماء باحثه رائعه جدا في ظل الفيروسات اللي بتحصل، وفي ظل الامراض المنتشره، وفي ظل نقوله ايه ضعف المناعه. هو ضعف المناعه طبعا هو اللي بيسبب لنا دخول الفيروس والمشاكل اللي بتحصل لنا، سواء في الجهاز التنفسي او الهضمي او اي خلل بيحصل في الجسم. فالاستاذه اسماء اللي انا شايفه من البحث يا سالي ورانيا اللي احنا اطلعنا عليه معاها قبل الحلقه، ان ما شاء الله يعني جاينا ببحث رائع جدا جدا. ومن خلال البرنامج احنا بنناشد اهل الطب، بنناشد الاطباء العظماء اللي هم دايما بيبحثوا على الجديد، ان هم يا ريت ان هم يتابعوا الاستاذه اسماء ويتابعوا البحث بتاعها اللي انا متاكده ان هو هيدي افاده عاليه جدا في ظل الظروف اللي بتحصل لنا. وطبعا كنا احنا بنتكلم على حاجه مهمه جدا يا سالي بره، كنا بنتكلم على الحجامه. ايوه، كنا بنتكلم مع الاستاذه اسماء وبنقول عن الحجامه ايه بقى اللي احنا هل سالناه لا عليه. انا سالتها الحجامه مقصود بها ايه؟ هل ليها سن معين؟ ليها توقيت معين من الشهر العربي ولا لا؟ يا ريت تفيدينا اكتر يا استاذه اسماء. ماشي، الـ الاكتشافات الطبيه عالميا بتقول ايه؟ اول حاجه اكتشف الماني، الالمان ما بيهرجوش في الاكتشاف، قالوا لك ايه؟ ان الايون الموجب الشحنه بيؤدي دور مساوي تماما لمضادات الاكسده، الايون موجب الشحنه يعني ذره او اكثر. ماشي، قبل كده سبقهم اكتشاف بريطاني قال لك النوترون جسيم اولي يسبح في فلك الذره، يتولد من حركه الالكترونات من مدار الى مدار على مستوى الذرات، يهدم اي خليه فيروسيه على وجه الارض. يبقى انا عندي حاجتين جداد، النوترونو اللي هو جسيم اصغر من الالكترون، والايون الموجب اللي هو ذره او اكثر، والاثنين واحد بيقتل الخليه الفيروسيه وواحد بيهدم لي اي خليه شاذه او متليفه. انا لما يجي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، بس استاذنك استاذه اسماء، الاستاذه اسماء طبعا الشرح اللي شرحته لكم ده كله عشان تتكلمكم وتفهمكم الحجامه مواعيدها والسن المتخصص للحجامه والناس اللي المفروض تقوم على الحجامه والمواعيد السليمه والصحيحه على مدار اليوم بالتواريخ. فهي شرحتها لكم بماده علميه، يا رب بس يكون الجميع لا لازم فاهمها حقيقه ومتفاهم علميه، معايا. الساده الاطباء مش هيغفروا ليا ان انا بتكلم بدون علم. انا بتكلم على الحته العلميه دي عشان لو بس المشاهدين الناس بتاعتنا البسيطه الجميله اللي مش فاهمها، هي طبعا الاستاذه اسماء لازم تبدا بالماده العلميه من خلال البحث بتاعها علشان توصلها طبعا لاهل الطب، فتعرفهم ان انا بحث في كذا والماده بتاعتي بتقول كذا. فانا هبدا دلوقتي تشرح بقى، تدخل على المشاهد البسيط وتقول لهم الحجامه ومواعيدها. احنا بالنسبه لاخواننا البساطه، احنا عندنا في الدم يعني احنا عندنا حاجه اسمها الدم الزفر، يعني جزيئات سامه منتشره. انت لما ابنك عنده ربو وحساسيه بتحس ان نفسه كريه، يبقى ايه النفس الكريه بيزداد امتى؟ في ساعات ما قبل الفجر. تلاقي ابنك الصغير اللي عنده ربو او الواحد الكبير اللي عنده ربو في ساعات قبل الفجر توتر، جاله اختناقات، مش عارف ياخد نفسه، عمال يستنشق الهواء مش قادر. ده اللي عنده ربو يا استاذه اسماء صح؟ ربو حساسيه كلها، يعني كله بيسلم لكله. مش عارف ياخد نفس، عايز يستنشق، مجرد ما بيطلع الشمس بيبدا يتحسن. ليه الاوقات ديت؟ احنا الاوقات ديت
احنا عندنا طبقه الاينوسفير التي تنتشر في الغلاف الغازي لكوكبنا بتشهد اقصى انخفاض ليها، يعني مستواها في الغلاف الغازي صفر. ده في التوقيت بتاع الفجر بالليل او قبل الفجر. مستوى طبقه الاينوسفير اللي هي الايونات الحامله للايونات الموجبه اللي هي بتعمل ايه مضادات اكسده، يعني دور مساوي تماما لمضادات الاكسده. وفي ايام معينه حضرتك قلتي في الشهر في ايام معينه للحجامه. الحجامه بقى اللي نيجي لفتره الحجامه، مواقيت الحجامه. الاحاديث الصحيحه بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ل 17 او 19 او 21 من كل شهر عربي. المواقيت ديت وجد ان القمر بيعكس اكبر قدر من الشحنات الموجبه الساقطه عليه باتجاه الارض. يبقى الشحنات الموجبه الساقطه على القمر بيعكسها بتؤدي دور مساوي تماما لمضادات الاكسده، وفي نفس الوقت بتهدم لاي خليه شاذه او متليفه. طب ليه الفيروسات بتنشط شتاء؟ الفيروسات بتنشط شتاء لانها بتتاثر بحركه الشمس. احنا حاليا الحمد لله بالنسبه ليه الفيروسات في الدول الاوروبيه اعلى مستوى؟ لان حسب دوائر العرض بالنسبه لموقع الشمس. يعني احنا حاليا عدد وفيات الفيروسات في بريطانيا عدى 60 وفرنسا 40 والمانيا 15,000. ليه؟ احنا حظنا الحمد لله والمنه والفضل لله الشمس كانت عندنا في فصل الصيف عموديه على مدار السرطان. هو الفيروسات بتكون نشطه او بيحصل لها عمليه احتضان في الشتاء مش في الصيف؟ بتزيد في الشتاء لان كهربيه الغلاف الغازي. فتره حضانه لها معينه؟ لا لا، هي بتنشط في الشتاء. يعني الحر فعلا بيقتل الفيروس زي ما بيقتل الفيروس لان كهربيه الغلاف الغازي في اعلى مستوياتها لارتباطها بحركه الشمس. يعني احنا حضرتك الشمس حاليا في فصل الصيف كانت عموديه على مدار السرطان اللي بيمر بجنوب مصر. حاليا الشمس في طور في فصل الشتاء هتكون عموديه على مدار الجدي في نصف الكره الجنوبي، فحظنا اليوم بيبقى قصير وحظنا من طبقات الحمايه الاينوسفير اللي هي محمله بالايونات الموجبه تشرحنها وجسيمات النيوترون اللي بتقتل اي خليه فيروسيه بتبقى اقل. هل الحق سبحانه وتعالى سابنا كده يعني ما فيش نتحصل على جسيمات الطاقه اللي هي الايونات الموجبه للشحنه وجسيمات النيوترون ازاي؟ اول حاجه استودعها في صوره ايونات لاكثر من 19 معدن داخل التمره الواحده. التمر منجم بالمعادن المتأينه. التجارب الامريكيه اللي اتعملت في سنه 1999 ونشر في عدد شهر يناير في 2001 في مجله نصف الدنيا قالوا لك ان التمر به 19 ايونات ل 19 معدنه، وانويه التمر كانت بتمتص الشحنات الموجبه بشراوها. لذلك نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الحب والنوى في اناء واحد. والرسول عليه الصلاه والسلام قال ان احنا ناخد 7 تمرات على الريق. ايوه الهدي. شوفي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. من 1400 سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من تصبح بسبع تمرات او عجوات لم يضره سم ولا حسد الا السماء ياتيه ان كان مقدورا له. يعني في ناس كتير عطفوا من تصبح بسبع تمرات عجوه، انا ما لقيتش روايه للحديث من تصبح بسبع تمرات عجوه. هم بيتكلموا يا دكتور يا استاذه اسماء على اساس ان العجوه من التمر، فهم في ناس ما بتاكلش التمر. لا ما ينفعش، في فرق دقيق حضرتك. التمر العجوه محتفظه بجزيئات الماء فبتبقى فقط جزء من النشاط الانزيمي بتاعها، التمر ما فيهوش جزيئات ماء. طيب يعني بالنسبه للناس اللي اصلا ما بتاكلش لا تمر ولا عجوه وعايزين ان هم يستفيدوا من المعادن بتاعت التمر من المعادن وانا بقول الوقايه والتحسين اللي في التمريه، هل ممكن ان احنا نعمل التمره ونبلها في ميه وتشرب ميتها؟ هو بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرب اللبن الا مقترنا بالتمر. يبقى الافضل انقعها في اللبن. يعني لو تشرب ميتها كده فيها المعادن بتاعه الطعام. ايوه في يعني نقعه في وكمان هيحل لي سكر اللاكتوز اللي في اللبن. يعني السكر اللاكتوز اللي في اللبن مسبب حساسيه كتير عند الناس. يبقى المعادن اللي في المعادن اللي في التمر بتعمل لي ايه؟ الدا الايوني، بتبسط لي البروتينات المعقده لبروتينات اسهل هضم. طيب في بس سؤال لاستاذنك قبل ما سالي تدخل عليك بالسؤال بتاعها، كانت في بس سؤال بيجيني ان هم الاطفال البيبيهات اللي هم بيرضعوا صناعي
فبيقولوا ان هم بيبلوا التمر في ميه وبياخدوا الميه يحطوا عليها اللبن اللي هو ايوه ما ايوه هو فعلا، صح لأن ولا في ممكن تيجي مشاكل؟ لا لا دي هو هو اصلا اللبن الصناعي منعدم الانزيمات. حضرتك انت اللبن ده قعدتي تغليه تغليه عشان يتجفف، يعني انت كسرت الانزيمات بتاعته. يعني كده وتلاقي الطفل اللي بيرضع لبن صناعي بينفخ في ينفخ وتلاقيه يقع مره واحده. انا لما احط له 3 تمرات في كوبايه اللبن انا كده اديته الانزيمات اللي هتمثل لي البروتينات. معلومه جميله. يبقى ده عشان نرفع المناعه ويكون مكتسب طاقه كويسه، يبقى احنا نبل التمر وبعد كده نحط عليه اللبن. ف ايوه يعني نختار اللبن مع التمر. انا عايزه اسالك سؤال، دور الحجامه في علاج الاورام هل ليها دور فعال فعلا يا استاذه اسماء؟ ما احنا قلنا حضرتك انا لو عايزه اهدم اي خليه شاذه او متليفه عندي هسلط عليها جسيم الطاقه. انا ربنا وضع لي جسيمات الطاقه في الغلاف الغازي في مواقيت الحجامه، ما يستفيدش ليه؟ ليه لازم اخد العلاج ويعني واقعد اتالم؟ يا هي حاجه بسيطه يعني انت شفتي. وبعدين هو الجزيء المعدي كيميائيا بيدمر الخلايا المتليفه والسليمه على السويه. انت بقى حاجه ربنا خلقها لك ربانيه. النساء اللي هم بيبقى عندهم مشاكل في الرحم وان الدم ما بيوصلش الرحم وعندهم مشاكل، هل ينفع الحجامه على منطقه البطن برضو بنفس المواعيد المعينه؟ ايوه لان هي بتنقي الجسم من كل الشوائب الضاره والخلايا المتليفه. طيب كنت حضرتك كلمتنا قبل ما ندخل الحلقه قلنا ان الحجامه ما ينفعش تعمل بالليل، تتعمل بالنهار؟ ايوه لان ما احنا قلنا حضرتك طبقه الاينوسفير ليلا مستواها صفر، في اللي هي المحمله بالايونات الموجبه مستواها صفر. حتى لو بالتواريخ العربيه؟ حتى لو بالتواريخ العربيه لازم بالنهار بالليل. لازم في منتصف الظهيره، يعني قمه الانتشار الايونات في منتصف الظهيره. طيب تمام. اللي بيعملوها بالليل طيب بيعملوها في اوقات غير الاوقات المناسبه ليهم، هل بيستفيدوا منها ولا لا يا دكتور؟ لا هم اكيد ما بيستفيدوش منها لان مش هتخرج كل الخلايا الهرمه، هو ما عندوش حاجه بتشد الخليه المتليفه. يعني هو كده بيطلع بتلاقي لون الدم مختلف عن دم الحجامه. يعني دم الحجامه ليلا لونه مختلف، يعني مش زي الدم بتاع اللي بيتعمل في وسط النهار. في تجارب حضرتك عملتيها يا استاذه اسماء؟ انا ما عملتهاش، دي شواهد علميه حقائق علمية مؤكدة. أنا من خلال الاكتشافات الطبية عالميا بضحى قدام الكل عشان نفيد كل الناس بإذن الله. يعني حضرتك عملتي جاهدة أبحاث ودراسات في العلم ده وبتحبي تنصحي الناس وإزاي هم يغيروا العادات الغذائية الخاطئة، وكنت حضرتك قلتي برضو إن في حاجة بتقينا من فيروسات كورونا والأمراض المزمنة. ماشي. الفقهاء من اكثر من 900 سنه قالوا ايه؟ التمر الغذاء التعويضي لمخاطر البيئه. هل الفقهاء كان عندهم علم الفيروسات؟ لا. عندهم علم الميكروبات؟ هم يعني ايه خدوا الشواهد النبويه وكده. العلم بيدلل لان التجارب الامريكيه على التمر قال لك ايونات ل 19 معدن به جسيمات النوترونو، يبقى انا عايز اكتر من كده اثبات علمي ايه؟ لا جميل. وانا كده خدت ما بين السطور من كلام الاستاذه اسماء ان الحجامه مع التمر بيرفع المناعه. ايوه يعني اول حاجه اللي مش هيقدر يعمل حجامه عليه بالسنه النبويه الصباحيه، من تصبح بسبع تمرات او عجوات لم يضر سم ولا حسد الا السماء ياتيه ان كان مقدورا له، اللهم اذا كان مقدر للموت. هتقولي حضرتك طب هي المعادن اللي في التمر مش موجوده عندنا في الخضر والفاكهه؟ هي موجوده عندنا في الخضر والفاكهه، بس للاسف الاختراع البشري الثلاجه بيعطل كهربيه المعادن في الخضر والفاكهه ما هي كهربيه المعادن برضو ايونات موجبه يعني مضادات اكسده. يبقى انا لو باكل كل اكلي من الثلاجه النواتج الهضم هتتخمر وتديني اكاسيد نيتروجينيه، والاكاسيد النيتروجينيه تربي حساسيه ثم مرض السكر ثم اورام. يعني حضرتك بتنصحي ان احنا ما نحطش اي طعام في الثلاجه قدر الامكان، ناكل كل حاجه فريش، لحوم خضار فاكهه. ايوه قدر الامكان نستغنى عن لو قدرت اكل اكل صحي وفريش احسن مليون مره من ان انا اكل، لان كده كده علميا اثبتوا ان البروتينات بتفقد 70% من قيمتها. يبقى انت حضرتك اسمه ايه؟ مليتي بطنك. طب بس استاذه اسماء بالنسبه للناس اللي بتشتغل وبتروح وتيجي او الناس اللي بتخزن اكل، خدت السؤال مني انا عايز خدت السؤال عرفت انت هتقولي
انا ممكن اوفر لهم الامر اللي هم بيعملوه مع تخفيف حاجه ان هي تكون صحيه مش مضره. يعني انا ممكن اعمل اكل نص سوا زي ما بيقولوا ان هو ما يكونش مستوي خالص وادخله في التلاجة عشان لما اطلعه يرجع يكون فيه نفس الفايده بتاعته، ما اتغيرتش او اتغيرت نسبه بسيطه. هل صح ولا لا؟ او اللي انا عايزه مثلا اخزن اكل، اخزنه بطريقه ازاي في عشان احنا التلاجة؟ دلوقتي فعلا ستات كتير بتشتغل وبتعمل اكلها كلنا الكشف بنشتغل يومين ثلاثه، فصعب ان انا اطبخ كل يوم. يا سيدي الحل ايه؟ والله هو حضرتك والله الاكل الطازه مش مكلف. يعني انت حضرتك على ما الوقت استاذه اسماء، يعني احنا بنشتغل ماشي، بس هي بتنصح ان يبقى ما فيش استخدام نوعا ما. انا ما استخدمش بس اكل ده صعب التلاجه طبعا. لو قدرت يعني انا، لكن هو انت حضرتك انت بتاكل الاكل بتاع التلاجه، يعني بيجي لك انتفاخات وغازات وتخمرات وتبقى عايز حد. احنا انت حضرتك ما شاء الله عليكي في موضوع الجو والغلاف الجو والحاجات دي كلها، فكده كده حتى لو ما كانش من الثلاجه الانتفاخات هتكون موجوده مش بسبب اللي هو قصدي يعني التلوث التلوث الهوائي البيئي. ماشي، ما والغاز احنا اللي عندنا بيكون في المرشوش في الهواء، وقصه كبيره قوي حضرتك اكيد عارفاها. ماشي ماشي، ما احنا ما انا ما يبقاش عندي تلوث وفي نفس الوقت اكمل عليه باكل الثلاجه. ما ده على كده في حاجه الميكرويف كمان هيبقى ضروريات. خطر، ده على كده بقى كمان هيبقى شعر الميكرويف غلط جدا. هو الميكرويف حضرتك بينزل على روابط من المواد، انت المفروض ان الروابط من المواد لها فقد تدريجي. انا لما اعمل فقد مفاجئ بيكسر لي البروتينات. طيب قبل بس ما نختم بسرعه عشان الفقره عدت بسرعه وده قوي. وده حضرتك بس معلش، اول حاجه عندنا للاسف الشديد في مصر في الفتره الحاليه احنا في 30 سنه سبب كارثه الفيروسات الكبديه عندنا في التسعينيات دي، ما هو احنا استعملنا الثلاجه استخدام خاطئ. احنا كنا ناخد رغيف العيش ونحطه في الثلاجه نرميه في الفريزر، الفريزر بيكسر الرابطه الهيدروجينيه للحمض الامين التريبتوفان لانه ما فيش فقد تدريج لدرجه الحراره، فجت عندنا كميه ايه، انا كده ما بينتجليش ب3 حمض النيكوتينيك. حمض النيكوتينيك ده بينظم لي ايه توازن افراز الحمض المعدي. انا لو عندي توازن افراز الحمض المعدي هلاقي عندي امتصاص جيد للمعادن، تكسير جيد للبروتينات، منع نمو اي خليه بكتيريه او ميكروبيه في الدم. استاذه اسماء ماده مش عايزه اقول لك جدا عايزه مادة حلقات لازم عايزه الحمد اكتر لله. من الحلقه وهتوعدينا بكده ان شاء احنا الله. احنا معلش عايزين نحط هديه من ايد كل ام عندها طفل اورام او حديث الاورام. روى ابن القيم رحمه الله ان سعدا ابن ابي وقاص كان يعاني اوراما فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتخذوا له فريق طبيبة، فاتخذوا الحارس ابن كلب وكان اعلم اهل الجزيره بالطب، فامرهم ان يصنعوا له فريقة، اي الحلبه المطبوخه بالتمر، الحلبه المطبوخه بالتمر، فبرأ فجاء لرسول الله فأقره. يعني عندنا حقين حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. موضوع فصيلة الدم برضو فمحتاجين حلقات وحلقات. طبعا حلقة فقرة عدت بسرعة قوي لان لسه معانا فقرة تانية. انت كده كده ان شاء الله هتكوني موجودة معانا لان بص انا قاعدة بسمعك وفاتحة بقي والله ربنا يسر. انت ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا رب العالمين وان شاء الله تكوني معانا في اكتر من فقرة. يا رب يا رب. عشان انا عن نفسي محتاجة افهم حاجات كتير يبقى مشاهد ايه بقى. فشكرا للاستاذه اسماء نورتيني وربنا يا رب يوسع عليك العلم اللي انت دايما بتبحثي فيه وتفيدي بيه الاخرين وان شاء الله. هديه بس نقطه عايزه اقول لرئيس الهيئه الهندسيه السابق والحالي والاسبق، جهاز الهيئه الهندسيه لعلاج الفيروسات كان سليم علميا. فكره الجهاز مرور تيار كهربي في سلك معدني مع اختلاف في قوه وشده التيار في احد الطرفين يولد لي بيئه ايونيه، ايونات موجبه تهدم اي خليه شاذه ومتليفه وجسيمات النوترونو اللي تهدم اي خليه فيروسيه. والله معلومه جميله الله بس خيرا يعني الهيئه الهندسيه يعني الهيئه الهندسيه بتاعت مصر كده. فمعلومتك جميله وشكرا لك يا استاذه اسماء نورتينا، واستنونا ان شاء الله في فقره مهمه جدا وفقره جميله وكويسه قوي وهتتكلم على نقول الكبده، نقول امبراطور الكبده ان شاء الله. ان شاء الله استنوني بعد الفاصل.